الرماية وكلام كتير طبعا وطموحاتنا إن شاء الله الفترة اللي جاية مع ضيفي الكريم اللي منورني في ملاعب الأبطال كابتن محمد وهدان رئيس اللجنة الفنية لأسلحة الخرطوش بالاتحاد الدولي للرماية. مساء الخير على حضرتك يا كابتن. مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ أمين. ألف ألف مبروك. الله يبارك أكيد في فيك. البداية أنا ببارك لك طبعا على الفوز بمنصب رئاسة اللجنة الفنية لأسلحة الخرطوش بالاتحاد الدولي للرماية، وأكيد يعني إحنا بنبارك من بره ومبسوطين بالمنصب، ولكن إيه الكواليس؟ يعني كواليس اللي حصلت إيه في الانتخابات الأخيرة، حصلت الأسبوع اللي فات اللي كانت في شرم الشيخ. مظبوط، احكي لنا بقى، عيشنا الحدث. أولا أشكرك يعني جدا، ربنا يبارك فيكي، و ان شاء الله يعني ابقى عند حسن ظنكم وعند حسن ظن اللي دعمني كلهم. ان يعني شاء الحقيقه الله. هو كان عندنا فعلا جمعيه عموميه 70 للاتحاد الدولي للرمايه، كانت منعقده في شرم الشيخ بتاريخ 30 نوفمبر. كان في انتخابات طبعا على جميع المناصب في الاتحاد الدولي بما فيهم رئيس مجلس اداره الاتحاد الدولي، والحمد لله يعني كان تقريبا عدد الاصوات في حدود 260 صوت. الحمد لله ربنا وفقني وحصلت تقريبا على 60% من الاصوات، والمنافس اللي بعدي من استراليا حصل على 30%، والمنافسه من منغوليا حصلت على 10%. الحمد لله يعني. طيب يعني اكيد المنصب ده، يعني دايما بقول وجود لينا مقاعد في الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي ده شيء مهم جدا ولازم احنا نشتغل عليه بما يصب مصلحه الرياضه دي في مصر. المنصب، منصب رئيس اللجنة الفنية، إزاي هنستفيد منه على مستوى المنتخبات في مصر؟ والله هقول لحضرتك، هو منصب رئيس اللجنة الفنية، الأول نقول اختصاصات اللجنة الفنية باختصار، هي اللجنة المختصة بعمل القوانين وتحديث القوانين الخاصة بلعبة رماية الخرطوش على مستوى العالم والإشراف على تطبيقها عن طريق البطولات الدولية، بطولات كأس العالم، بطولات العالم، دورة الألعاب الأولمبية. ده الدور الأساسي في اللجنة. بس لو حضرتك هتسأليني نقدر نستفيد إيه بالمنصب، هو الحمد لله برضو بصفتي رئيس اللجنة فأنا عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرماية حاليا. هنا ممكن نستفيد للبلد طبعا، نقدر نستضيف بطولات أكتر، مش كاسات عالم زي ما احنا متعودين، ممكن عدة بطولات مختلفة، بطولات جوائز كبرى، بطولات ناشئين، وان شاء الله هندعم التحكيم المصري كمان، لازم التحكيم المصري في الرماية يبقى ليه تواجد، فان شاء الله في الخطة بتاعتنا المستقبلية بإذن الله. يعني ده من ضمن المنظومة، يعني ده شيء مهم جدا ان احنا فكرة ان احنا ماشيين يعني متساويين في كل المجالات. التحكيم ده جزء من منظومة طبعًا الرماية، فمهم جدا ان احنا نشتغل عليه. طبعا يا فندم، احنا بنقول ان التحكيم ده هو البنية الأساسية بتاعت لعبة الرماية في البلد اللي بتستضيف البطولات، لان انا بدل ما اقدر ابعت اجيب حكام من بره اجانب ويكلفوني مبالغ كبيره جدا، لا انا اقدر اعمل بنيه اساسيه من الحكام في مصر، واحنا عندنا حكام كفء جدا يعني حاليا، وان شاء الله هيتطوروا اكتر وباذن الله ندعمهم باذن الله. طيب انا عايزه